هذا البرنامج برعاية زين. شاشة سوبر أموليد، مفهوم جديد للرؤية. سامسونج جالاكسي تاب S. دون مقدمات طويلة، فلنبدأ بأبرز الميزات التي حصل عليها نظام التشغيل iOS 8 من أبل، وسنخصص تقريرنا هذا للكاميرا وكذلك الصور لحصولهم على النصيب الأكبر من التحسينات. الكاميرا نالت تحسينات عديدة تنافس بها تطبيقات الصور، فبإمكانك التحكم بسطوع الصورة قبل التقاطها، وذلك بلمس الشاشة، فتظهر أيقونة الشمس ومن خلالها يمكنك التحكم في الإضاءة بتحريك إصبعك للأعلى أو الأسفل. ميزة المؤقت تتيح للمستخدم وضع مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 ثوان فقط قبل التقاط الصورة بشكل آلي. أما ميزة تغيير اللون والتحكم في السطوع، فهي تسمح بتعديل درجة اللون وخيارات أخرى كالتباين للوصول إلى أفضل النتائج. ويمكن أيضا التحكم في ميل الصورة على حساب الزاوية التي ترغب فيها. وبعد انتهائك من هذه التعديلات، فهناك قائمة مفضلة والتي تسمح لك بمشاركة الصور المختارة مع حسابات مختلفة. نمط تايم لابس أو الفيديو المسرع، وهذه التقنية تعمل بعكس تقنية التصوير البطيء، وتعتمد على تسريع الفيديو المسجل 15 مرة مقارنة بالسرعة الأصلية. فإذا قمت بتسجيل فيديو مدته دقيقة واحدة، فإنك تحصل على فيديو مدته 4 ثوان فقط، إلا أن النتائج فيها ليست بجودة تطبيق هايبر لابس من إنستغرام. أضافت أبل المزيد من خيارات المشاركة للصور، بالإضافة إلى تحسين طريقة تقسيم الصور في الألبوم. هناك أيضاً iCloud Photo Sharing، والتي سنتحدث عنها في وقت لاحق. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن الكاميرا وتطبيقات الصور قد حصلت على تحسينات تسهل على المستخدم عدم اللجوء إلى عدة تطبيقات لتحرير الصور، وهذا شيء تك. كان معكم سلطان بتاوي من العربية. شاشة سوبر أموليد، مفهوم جديد للرؤية. سامسونج جالاكسي تاب S. هذا البرنامج برعاية زين.